في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 140 حالة جديدة. من بين هذه الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر والقدوم من خارج المملكة. أيضا بحمد الله كانت هذه الحالات منذ بداية قدومها للمملكة من المنافذ في الحجر الصحي كخطوة استباقية لا زالت تؤتي ثمارها وتثبت جدواها بحمد الله. و 138 حالة هي لحالات مخالطة مجتمعية. أنتهز الفرصة مجددا أن نؤكد بأن تقليل المخالطة بين المجتمع والبعد عن التجمعات والبقاء أكبر قدر ممكن داخل المنازل هي أمر جدا مهم لوقاية الجميع، أفراد وعوائل وأسر ومجتمعات. حول المملكة العربية السعودية توزعت هذه الحالات في مجموعة من المدن. في الرياض سجلت 66 حالة، في جدة 21 حالة، في الأحساء 15 حالة، في مكة 9 حالات، في تبوك 5 حالات، في القطيف 5 حالات، في الطائف 4 حالات، في المدينة حالتين، في الخبر حالتين، في الظهران حالتين، في الدمام أيضا حالتين. بينما سجلت في مدن أبها وخميس مشيط والجبيل بريدة وجازان والمجمعة والدرعية حالة لكل من هذه المدن.